تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام. تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام. في الملتقى في الملتقى ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج. فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. في الملتقى في الملتقى في جامع السليمانية الذي بناه سليمان القانوني سنتحدث عن العبر والعظات في قصة سليمان عليه السلام. السلام عليكم. سليمان كان نبياً وطلب من الله عز وجل ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فكان ملك سليمان ملك عظيم جداً. استطاع أن يفهم لغة الطير ولغة النمل ولغة الأمم التي كان يحكمها في ذلك الزمان. سليمان مثال للنبي الذي كان يملك ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأيضاً لا يمكن أن يفكر به بشر أو يناله بشر، ومع ذلك كان سليمان عابداً لله عز وجل متواضعاً له وتخلق بأخلاق حميدة ورائعة موجودة في قصة سليمان. الكثير من العبر والعظات والدروس سنتحدث بها بعد قليل في جامع السليمانية في الباحة الأمامية لجامع السليمانية الذي بناه سليمان القانوني. الحوار الذي جرى بين سيدنا سليمان والهدهد، تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا فيه التفات لطيفة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وهذا من هو سليمان الذي سخر له الجن وسخرت له الريح والطير وكثير من الأمور التي سأل الله سبحانه وتعالى أنه أن يأتيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده. فهذا إشارة إلى المسلمين في كل زمان ومكان أنه لا يمكن أن تنخدعوا بفلان أنه هو ممكن أن يعلم لك الغيب أو يرى لك الطالع. وهذه كان يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى ولا طيرة في الإسلام، وهذا كان موجود في زمن الجاهلية. قضية التشاؤم، قضية الطيرة، قضية الاعتماد على العرافين، وقال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وربما هذه الآية فيها إشارة لأنه أكثر من يستخدمون هذه الأمور من السحر والشعوذة يعتمدون على طلاسم يقولون أنها من خاتم سليمان وأنها من كتاب سليمان الذي كان مدفون تحت عرشه وغيرها. فهذا من اللطائف في الالتفاتات في هذه الآية الكريمة. وقفت في مسألة المعجزات والإمكانات العظيمة الكبيرة التي أتيحت لسيدنا سليمان، وقفت عند واحدة منها وبها حقيقة التفاتة مهمة جدا، أن المسلم التقي النقي مربوط بالله سبحانه وتعالى، وهو شان أقول لك يعني له حفاوة عند الله حتى لو أخطأ حتى لو أذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بغض النظر عن الخوض فيما اختلف فيه المفسرون في هذه المسألة، لكنه بالإجمال كان أمرا يعني حتى هو ليس ذنبا بالأساس، غفلة بسيطة من سيدنا سليمان، قيل ترك خاتمه
واستغله جني لعمل بعض الأمور، يعني من مهما كان في الحقيقة هي هذا الأمر هم لم يرد في حديث صحيح، لكن لنفترض أنه صحيح ليس ذنبا كبيرا. المهم اللي وقفت عنده أنه سيدنا سليمان إيش قال؟ قال ربي اغفر لي. طبيعي الإنسان اللي يخطئ يستغفر الله، وياها إيش قال؟ وهب لي. يعني شنو هالثقة العظيمة بالله؟ شنو هالثقة العظيمة بقرب الله منك وقربك منه، وأنك ذو حظوة عند الله، أنك في ساعة الاستغفار تطلب مطلب فخم فخم فخم. وهب لي ملكا اشترط هذا الملك أنه بعد أحدا غيري لا يملكه ولا يتاح له أبدا. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هنا راح ندخل في باب الغيب وفي باب فتنة المصدق والمكذب. المصدق يصدق نص صريح واضح، والسنة أيضا يعني زادته وضوحا، فسخرنا له الريح. هاي اللعبات والأفلام الكرتونية ونحن صغار نسمع عن بساط الريح والتصنيف هاي مال سندباد ما سندباد، والله هي هاي يعرضوها على أساس يعني نوع من الفكاهة يعني والاستخفاف، أو هي حقيقة. كان يجعل على بساطه كل ما أتيح له من أغراض السفر، من جند وقدور ضخمة وأهل ويطير به. قدوها شهر ورواحها شهر، طبعا قوة الريح قوة هائلة جدا. اليوم أنت تنظر إلى طائرة من هاي الفخمات اللي تشيل 450 نفر يا أخي، والله لا يكاد يصدقها عقلك لولا أنها أمامك. إحنا ما نستطيع، ولا كان أحد يتخيل قبل 100 سنة أن يطير فلسا، يطيرون عشرات الأطنان. فالذي وقفت عنده أنك أيها المؤمن كن مع الله صافيا نقيا وذا قلب متيقن أن الله موجود وأنه قادر على كل شيء، وأنك لم تجترح شيئا ضخما، فاسأله ما شئت ولو أذنبت. قصة سيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الملك، الطيرة والريحة والجنة تسري بأمره إلقاء حيث أصاب. وقفت على خطابه مع النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هنا النملة كان لها دور كبير. الدور شنو؟ أنها نبهت، قالت ثم نادت ثم حذرت، قالت يا أيها النمل، نادت ادخلوا مساكنكم، حذرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بل أنها احترمت هذا الجيش النبوي، هذا جيش النبوة، جيش سيدنا سليمان، مو جيش غاسي، جيش النبوة، احترمت هذا الجيش المبارك. قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لهي ما كانت متقصدة، لكن كانت في نية تحذير قومها في سبيل أنه لا يكون سيدنا سليمان سبب في تحطيم أو في أذية هذا النمل. بعد ذلك، بعد أن نبهت ونادت وحذرت، قال فتبسم. هنا يعني نأخذ أمرين، الأمر الأول أن الداعية إذا انتابك الخط فقم ونادي وتكلم وتوكل على الله سبحانه وتعالى وارشد الناس، وإذا رأيت منكرا فغيره، فإن لم تستطع كما يقول بيدك فبلسانك فإن لم تستطع بقلبك ذلك أضعف الإيمان. قم أيها الداعية وقم حرك جهدك وحرك كلامك من أجل الدعوة لله ونصرة دينه. ثم بعد ذلك على الداعية مهما وصل من مرحلة أن لا يستصغر المقابل. نملة أمام سيدنا سليمان يقدر أن يبيدها، مو إشكال، لكن سيدنا سليمان ماذا فعل؟ فتبسم. هنا الابتسامة تغير أواصر القلوب. كم ابتسامة كسبت قلبا، وكم من ابتسامة كسبت مجتمعا، وكم من ابتسامة كسبت جيرانا، وكم من ابتسامة علقت المحبة بين الناس وعلقت الألفة بين الناس. إذن على الداعية أن يتعلم من النملة كيف أنها كان لها جهد كبير
في التوعية وفي الإرشاد، وجاءها الخطاب، الخطاب يستوجب منها أن تنبه وأن تحذر وأن تنادي وأن تتكلم وأن تقول في سبيل أن تحافظ على النمل أو بيوتات النمل، وكذلك على الداعية أن لا يستصغر المقابل وأن يخضع للابتسامة، لأن الابتسامة في وجه أخيك صدقة، والابتسامة لها معنى، كما أن عينيك تنظر بها إلى الدنيا وترى جمال الحياة وجمال الطبيعة، فالله سبحانه وتعالى جعل الابتسامة لتأثير القلوب ولكسب محبة الناس. جزاك الله خير. طبعا في قصة سيدنا سليمان ذكر الهدهد وذكر النمل، وفي مواطن أخرى ذكرت بعض الحيوانات كالكلب وغيره في القرآن الكريم. طبعا عندما يتكلم الدعاة يقولون ما ذكر الهدهد في القرآن الكريم إلا لموقف لسيدنا سليمان. الهدهد ذكر لأنه أراد أن يثبت موقف. طبعا هو الهدهد رأى شيء عجيب، أناس يسجدون لامرأة، فهذا الأمر يعتبر لبلقيس أو للشمس يعني كذلك، فأمر كبير وأناس يسجدون لغير الله تعالى، فجاء ونبه سيدنا سليمان. هذا موقف طبعا، أراد أن يغير شيء، أراد أن يفعل شيء، أن يقدم شيء، فما قدمه أنه أخبر سيدنا سليمان. طبعا إحنا هنا كذلك في واقعنا اليوم، أصحاب الدعوات وأصحاب التغيير وأصحاب التبليغ وأصحاب المواقف يخلدهم القرآن ويخلدهم الله تعالى ويخلدهم التاريخ، تاريخ الأرض وتاريخ السماء. فإذا اليوم مثل ما رأى سيدنا عمر، يروى أن سيدنا عمر رأى رؤيا وقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه جسد الله الإسلام وكأنما يوم القيامة الله تعالى يجسد الإسلام على هيئة إنسان، ويأمر الإسلام أنه يا أيها الإسلام من نصرك ومن خذلك، فيأتي الإسلام على فرد فرد، يا رب هذا نصرني، يا رب هذا خذلني، إلى أن وصل لسيدنا عمر يقول يا رب هذا نصرني وهذا أعزني في بين قومه وفي مجلسه وفي دعوته. فإذا إخواني كلنا نحتاج إلى موقف كي نخلد في ربما الأرض لا نحتاج أن نخلد، ولكن في السماء تكتب لنا في السماء بأننا قدمنا موقفا مشرفا للإسلام. ويا أيها الشباب، يا أيتها البنات، اليوم الإسلام يحتاج منا مواقف، يحتاج منا ثبات، يحتاج منا نصرة. نعم أنت تصلي، أنت تصلين، هذا لا يكفي، أنت صالح، نحن نريد المسلم المصلح، نريد المسلم الذي يقوم الليل وهو في النهار يركض ويدعو ويبلغ وينصح ويرشد. فنحن نحتاج ما فعله الهدهد، هدهد سليمان، من موقف كي يكتبه الله سبحانه وتعالى لنا. طبعا القصص التي تحكى في القرآن لها جهات كثيرة يمكن نستفيد منها، ولكل جهة تفيدنا أشياء كثيرة في الحياة الاجتماعية، في العبادات، في جهات مختلفة. والإمام بديع الزمان سعيد نورسي في الغالب يأخذ من جهة تربية النفس وتزكيته، ليس فقط الحكاية. نعم حدثت مع الأنبياء ونأخذ بعض الفوائد ظاهرية، لا، ننزله إلى أنفسنا وإلى حياتنا ونطبقه. وليس فقط مثلا، إذا تسمحون لي بالمثال، مثلا إمام نورسي يتكلم عن قصة سيدنا أيوب عليه السلام، الذي نستفيده من قصة سيدنا عليه السلام مباشرة ما نقوله الصبر، لكن إمام نورسي ينظر جهة أخرى، يطبق حالته على حالتنا، فيقول حالتنا أشد من حالة سيدنا أيوب عليه السلام بمئة درجة، في حين أن حالة سيدنا أيوب عليه السلام عظيم جدا، أمراض ومصاب بالأشياء كثيرة. كيف؟ لأنه يقول لأن لو انقلب باطننا إلى ظاهرنا وظاهرنا إلى باطننا لظهر أننا مصابون أكثر من سيدنا أيوب عليه السلام من حيث الجهة المعنوية، لأن كل ذنب ومعصية نرتكبها نقطة سوداء أو جرح يجرح القلب، وكل شك أو شبهة في الإسلام وفي الاعتقاد مثل مرض في روحنا. إذا نحن ماذا نفعل؟ سيدنا أيوب عليه السلام دعا مرة واحدة وقال رب إني مسني الضر فأرحم الرحم، فإذا نحن محتاجين لهذا الدعاء أكثر من سيدنا أيوب عليه السلام بمئة درجة، فعلينا ندعو بهذا الدعاء كثيرا حتى نتخلص من هذه الأمراض
ومن هذه الجروح المعنوية الموجودة في قلوبنا في أرواحنا. من هذه الجهة في كل القصة في القصص القرآن يمكن نستفيد من هذه الجهة. كذلك من قصة سيدنا سليمان عليه السلام، كما ذكرتم من الفوائد أو المعجزات الكثيرة ظهرت بيد سيدنا سليمان عليه السلام، فهذا دلائل الله سبحانه وتعالى يقول لنا: يا عبدي إذا تكون صالحا وتتمسك بالعبادة وبأسباب الدنيوية فأنت كذلك تستطيع أن تسخر الأسباب لأجل حياة الدنيوية والأخروية. لأن سيدنا سليمان عليه السلام بعبادته وبقربيته إلى الله كل شيء أصبحت له مسخر، الريح والحيوانات. فنحن الآن كما ذكر طائرات كيف خرجت؟ بتمسكنا بالأسباب الظاهرية ومن جهة العبادة. إذا من هذا كذلك نفهم أن علينا نتمسك بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم وبالشريعة الكونية وهي عادات الكونية حتى يمنحنا الله سبحانه وتعالى كل هذه النعم كما أنعم على أنبيائه. نعم، جزاك الله خير. من توفيق الله عز وجل للهدهد أنه كان له دور مع سليمان عليه السلام، وأيضا كان للنملة دور مع قومها ومع سليمان، وذكر في قصة سليمان. وإحنا ككادر ملتقى القلوب وكضيوف أيضا وفقنا الله عز وجل للقدوم من العراق إلى تركيا إلى إسطنبول إلى جامع السليمانية اللي بناه سليمان القانوني للحديث عن قصة سليمان عليه السلام، وهذا هم من توفيق الله عز وجل لنا. الحمد لله. أيضا من اللطائف الخفية الموجودة في قصة سليمان، هذا القائد العظيم الذي سخر له لم يغفل لحظة واحدة عن جيشه وعن متابعة أمور رعيته، وهذا من دعائم القوة أنك لا تغفل عن الرعية. وتفقد الطير، أي أنه كان له نظام يومي بأنه يسوي تعداد، مو احنا عندنا نسموه تعداد، يتفقد، ليس بالمعنى العسكري الذي انه اللي يغيب انا عاقبه فقط، لا، وانما يسأل عن رعيته كما يفعل سيدنا عمر، كان يعني يقول: انا اذا نمت في النهار اضعت رعيتي، واذا نمت في الليل اضعت نفسي، لان القيام والتوجه الى الله سبحانه وتعالى. فهذا ايضا بهذا الملك الذي ضمنه الله تعالى له، إلا أنه لم ينسى الأسباب والمتابعة والحرص على الرعية. وهذا فيه إشارة إلى أن إلى جميع من يحكم رئيسا أو ملكا أو قائدا، أنه لا يستقيم أمرك ولا ترتقي دولتك إلا إذا كنت قريبا من رعيتك وكنت حريصا عليهم وتابعت شؤونهم وداومت على السؤال عنهم، سواء قويتهم بهذا السؤال أو سواء تفقدت أحوالهم. أيضا لمحت مسألة حلوة جميلة، مسألة هيبة المسلم في الدنيا. حقيقة يعني سيدنا سليمان نبي كريم، ابن نبي كريم، سليل أنبياء إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي الكريم كانت له هيبة وسطوة، حتى أنه كان يعني سخر الله سبحانه وتعالى له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي، إذا شئنا أن نقرأها كما هي كالجوابي، الجابية يعني المنطقة الكبيرة اللي يجبى إليها الماء، ضخم قدر ذم، قيل كان يجعل فيه 100 بعير، أنت تصدقها يقول لك هاي نكت كالجواب وقدور الراس. المهم، هذا النبي الكريم يجلس ويتكى على منسأته عصاه، جاءه الموت في تلك الساعة، ويظهر أنه متوازن، يعني عملية الجلسة مالته متوازنة فيزياويا تماما، بحيث إذا فقد السيطرة على العضلات بقي جالسا هكذا، هيش خلينا نقول زين، مركز الثقل مالته والقاعدة مالته قوية مضبوطة. المهم قاعد مات وهو هكذا. الجن يتصورون أن سليمان حي، ولا ندري حقيقة، ما عندنا رواية تقول لنا إيش قد بقي سليمان على هذه الحالة، إلا أن الأرض أكلت
وعمليات أكل الأرضة لخشبة هي رعد لها يمكن طويلة سنين، الله أعلم. يعني الأرضة لما تأكل خشبة وتكملها أخوة مو يومين وثلاثة وأسبوع أسبوعين. فما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرضة أكلت من سأته فخر هيبة المسلم. هذا نبي، لكن أنا أشهد الله أني رأيت في حياتي أناسا من أهل هذا الزمن أعطاهم الله تبارك وتعالى هيبة فخمة عظيمة، لا لشيء إلا لأنهم جعلوا هيبة الله في قلوبهم. طبعا هذه العطاءات التي أعطيت لسيدنا سليمان، وهناك عطاءات أعطيت لبقية الأنبياء، عطاءات هي اللي كانت معجزات أو خارقة للعادة أو طبعا هذه فيها إشارة دقيقة جدا، اللي هي أنه الذي يسير على منهج الله تعالى والذي يسير على ما جاء به الأنبياء خصوصا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خاتم الرسالات، يمده الله تعالى وتمده الملائكة وتمده العناية الإلهية بشكل مفتوح لا يوصف. يعني وإلا تسخير الرياح والطير والجن، هذه عطاءات إخواني ما لها حدود. يعني فهذه إشارات بأن الإنسان الذي مع الله تعالى في شدة وفي كل موطن يكون عون الله ومدد الله معه إن شاء الله. مرحبا، السلام عليكم إخواني أحباب، أحمد الله وأشكره سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره. الحقيقة من المساجد اللي أثرت في حياتي تأثيرا واضحا ومهما وعميقا هو مسجد وجامع البنية في جانب الكرخ من مدينة بغداد المحروسة وفي منطقة العلاوي المشهورة في الكرخ. الحقيقة هذا المسجد ليس قديما جدا، أسس في السبعينات أو في بداية السبعينات، في بالتحديد الشهر الخامس من سنة 1974 افتتح المسجد، واستقدم له رجل داعية فاضل ذكي ألمعي حريص على التربية، حريص على بث المفاهيم الطيبة للإسلام والعقيدة الإسلامية، وهو أستاذنا وشيخنا المرحوم محمود محمد غريب. نعم، هذا الرجل قصته حقيقة يعني نبخس حقها إذا قدمناها في هذه الدقائق الخمس، ويحتاج إلى موسوعة، يحتاج إلى ميديا إعلامية، يحتاج إلى فيلم، يحتاج إلى أفلام، إلى مسلسلات. محمود غريب الحقيقة مع الاحترام والتوقير والإجلال بمشايخنا الكبار في العراق الذين لا ينسى فضلهم ولا يهمل ولا يتناسى في الحقيقة، بدءا من سيد الدعاة الأستاذ الزهاوي والأستاذ الصواف والآخرون، يعني من 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 هاي العلية الكبرى، عبد الكريم الصاعقة، عبد العزيز البدري وآخرون كثيرون جدا حقيقة. لكن لمحمود غريب، وهذا الكلام أنا ما قاري ولا تجربتي الخاصة، يعني ما تابعت كتب أو كذا حتى أقرأ ما هو مسجد البنية. مسجد البنية وأنا شاب يعني قرب 20 سنة عمري هكذا بديت أروح إلى مسجد البنية وأرى وأسمع خطبة هذا الرجل. هذا الرجل باختصار بنى في العراق المعاصر الحديث قاعدة إسلامية شبابية مثقفة. يعني احنا من شوف يعني ترتيب المسجد وبناءه وتصميمه حقيقة هو كان في ذاك الوقت شيء جديد تماما، يعني يختلف تماما عن مساجد بغداد التقليدية يعني الكلاسيكية، خلينا نقول يعني كان شيئا جديدا. والله سبحانه وتعالى يحسن ويجازي أولاد الحاج محمود عبد الوهاب محمود البنية من عشيرة العبيد الفاضلة المعروفة في العراق. الرجل يعني كان سخيا وكان كريما
وما أدري هو كيف وقع اختياره على هذا الرجل، ما أعرف. وهناك قصة الحقيقة، هو الرجل استشار أهل الفضل وأهل الدين، قال أني خسرت وبنيت، أني مو بس أريد أبني مجرد حجارات وكذا وجامع جديد مبين واضح وكذا، لا، أني أريد شيء ينفعني عند الله. شو تقولوا لي يا أساتذتنا يا أحبابنا؟ كان يظهر عنده اهتمام بالدين. قالوا لا، إحنا راح نتصل لك بالأزهر الشريف ونشوف لك فرد يعني فت شيخ إيجابي جيد كذا. فوقع الاختيار على الأستاذ محمود. الأستاذ محمود ماذا فعل؟ أول درس قرآني ثابت في بغداد للرجال وللنساء كان بتأسيس وإنتاج الشيخ محمود غريب. الخطبتين الأوليين الشهر الخامس يعني مايس 1974 خرجت جريدة مشبوهة، يعني توجه يعني غير إسلامي إلحادي، وبالمانشيت العريض مالتها قالت فت كلمة خطيرة أغرت السلطات العراقية بالتحفظ على هذا الرجل ومراقبته. وفعلا هو عاش هاي 8-9 سنوات، يعني تقريبا 74 إلى 80 81 أكثر، عاشها بضيق وبشدة، لكنه لم تنكسر له قناة ولم تضعف له همة، وإنما هو في حركة دؤوبة. لم يتكلم بسياسة ولا بالقضايا الحركية التي نعرفها نحن، الحقيقة نحن حركيون، ما تكلم بهذه الشغلة. هو ربانا على مفاهيم القرآن العظيمة، يعني تأسيا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ما كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن وانتشرت فاستشيروا القرآن والزموا المساجد، استشيروا القرآن. وهذا يمكن حديثهم رأيته وتابعته عن سيدنا الإمام علي الله يرضى عنه، اثنيناتهم قالوا نفس الكلام، مروي عن عمر ومروي عن سيدنا علي. فهذا طبقه محمود غريب، تعالوا على مفاهيم القرآن. والله يا أخي هذا الرجل فهمنا ما هو القرآن، وسكب في قلوبنا حب القرآن والتأدب في القرآن والتعلم من القرآن وتنمية بلادنا وإعزازها وتقويتها وتنميتها بالقرآن العظيم. في القرآن الكريم علمنا أن في هذا القرآن علما، وأن فيه عزة، وأن فيه قوة، وأن فيه تنمية، وفيه حبا للأوطان، وفيه حبا للبشرية، وفيه حبا لحقوق الإنسان، وفيه دفع عظيم لأي إنسان مسلم أن لا يجلس في مكانه وينتظر الفرج من الآخرين. هو الذي يفعل هذا، هكذا فعل الأستاذ محمود غريب. جامع البنية إذا ذكر محمود غريب حتما. وبارك الله فيكم. حياك الله دكتور عمر. حياك الله. شلون الصحة الأحوال إن شاء الله؟ أكو مجموعة من الأسئلة تفاعل الجمهور طبعا ويا البرنامج عبر مواسمه الماضية، فهذه السنة بعثونا مجموعة من الأسئلة، وكان نصيب كل ضيف من ضيوف هذا الموسم سؤال واحد. طبعا احنا اختارينا السؤال لحضرتك، خلينا نشوف البداية السؤال والجواب بعد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخنا الكرام. عندنا بعض الأسئلة اللي تتداول عند كثير من الناس، وهذه الأسئلة مهمة جدا. السؤال الأول هو كيفية يتم قراءة القرآن على الوجه الصحيح؟ السؤال واضح دكتور عمر حول الطريقة الصحيحة للتلاوة، وطبعا يمكن هذا السؤال أغلب الشباب والشابات اليوم، لأنه قراءة القرآن بالتأكيد مو مثل قراءة أي كتاب آخر. بالضبط، القرآن الكريم سموه العلماء علم تلقي، أي أنه تلقاه جبريل عن رب العزة، ثم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وتلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين عن الصحابة وتابعيهم إلى أن وصل إلينا. فلا يمكن لشخص أن يأتي ويفتح المصحف ويتعلم التلاوة الصحيحة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل، لا، وإنما يجب أن يتلقاه عن شخص مجاز بالقرآن الكريم، له سلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه معروفة الإجازات
القرآنية. لماذا؟ لعدة أسباب. أولاً اللفظ ربما يختلف عن رسم، المصحف له رسم خاص. مثلاً نحن نقرأ مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، هناك من يقرأها ملك يوم الدين وهي مكتوبة ملك لكن فوقها ألف مقصورة. الرسم القرآني، الرسم القرآني. لذلك أنت إذا فتحت المصحف لوحدك وأردت أن تتعلم سيختلط عليك كثير من الكلمات لا تستطيع أن تتعلمها. طبعا الرسم القرآني هو محفوظ للإعجاز القرآني لفظا ومعنا وعددا وكل شيء، فبالتالي لا نستطيع أن نتحكم به أو نحرفه من تلقاء أنفسنا. بقي أنه نحن علينا أن نخضع أنفسنا لأن نتعلم قواعد القرآن الكريم. فإما أن يختار الشخص شيخ يدرس على يديه ثم بعد ذلك يكثر من سماع القرآن الكريم، يختار يعني ما شاء الله العالم الإسلامي فيه من المقرئين المبدعين الكثير على مر الأجيال، يعني بدأت الأجيال من القمة اللي هم الحصري والمنشاوي وعبد الباسط وغيرهم، ثم جاء من بعدهم الآن هذه اللي هي الترتيل يسمونه، وحقيقة هو هذا التسمية خطأ، هي الحدر. احنا التجويد اللي نسميه هو هذا الترتيل، وما موجود الآن من قراءات السديسي والشريم وغيرها هذه يسموها حدر أو التدوير، أحسنت، نعم، لأنها سريعة. فيجد الشاب عندما يسمع إلى هو ماذا يستلطف منهم، هي أذواق حقيقة، ونحن لا نلومه. من يستهويه قلبه ويعجبه فليستمع إليه ويكثر من سماعه ويحاول أن يطبق. الأمر الآخر أن يتعاهد القرآن يعني يوميا على أن لا تقل قراءته عن جزء، سواء يقسمه بين الصلوات أو يقرأه مرة واحدة. لماذا؟ لأنه إن تركه سينسى ويختلط عليه كثير من الأمر. الأمر الآخر أن يتعاهد بينه وبين صديق له، يجلسون جلسة فيما بينهم سواء يومية أو أسبوعية أو كذا، تعال واحد يستمع للآخر، وإذا كان يريدون أن يستفيدون أكثر يقفون على بعض المعاني التي تشكل عليهم ويستفيدون منها فيقرؤون تفسيرها. وهذا وجدناه بالممارسة أنه أكثر طريقة لكي تثبت معنى التفسير. يعني مثلا أنت إذا تقرأ دائما وتقرأ تفسير ستنساه، لكن الآية التي تشكل عليك وتريد أن تستفسر عن معناها وتذهب وتبحث عليها، خاصة إذا كان بينك وبين شخص آخر ويكون شبه حوار، سيرسخ معناها في بالك أكثر. جزاك الله خير، شكرا دكتور عمر. لنا ولكم شكرا. حياكم الله ضيوفنا الكرام، ضيوف ملتقى القلوب في موسمه الرابع، حياكم الله جميعا. احنا الان في وسط مضيق البسفور في اسطنبول، الشمس ما شاء الله طالعة وحلوة، الهواء شوية بقرصة برد بس زين، يعني الشباب يتحملون ان شاء الله والشياب بهم البركة. نبدي فقرتنا فقرة مفتوحة، اي حادثة واحد مرت بحياته مع طلاب مع أساتذة في المسجد في الشارع في الدائرة، أي حادثة طريفة مرت على أي واحد من عندكم ويحب يشاركنا بها يا ريت يتفضل، وطبعا المايك لمن يشاء ولمن يرغب، وحياكم الله مرة أخرى. الله محييك ويبارك فيك دكتور. يعني فرحان جدا في جلوسي وسط مشايخي وأساتذتي في هذا البرنامج المتألق. أذكر حادثة قبل 15 عاما تقريبا بالتسعينيات، أكثر من 15 سنة والله،
بالعشرين سنة، شياب المسجد اللي كنت به جامع الودود قالوا شيخ شو انت بس تهتم بالشباب وتطلعهم وكذا، احنا ناسينا. قلت لهم يلا شنو تريدون؟ توديكم سفرة؟ قالوا ايه. وين تروحون؟ قالوا سلمان باك، اللي ما يزور سلمان عمره خسارة. هاي يابا يلا اجرنا كوستر، طلعوا هم تقريبا 12 واحد، ورحت انا وياهم. شرط السفرة عمره 60 سنة فما فوق، كلهم قصة يعني فوق 60. المهم اخذتهم والله، واني يعني كنت شوية شباب رحت وياهم اخدمهم وكذا. يلا انتوا حطوا برنامج السفرة، وين نروح اول شيء؟ قالوا نزور سيدنا سلمان، نقرأ الفاتحة كخطوة اولى. والله طبقنا الكوستر، نزلنا صلوا ركعتين، دخلنا على مقام سيدنا سلمان، قرأوا الفاتحة، تعرفوا على الصحابة، صحابيين حذيفة بن اليمان وجابر الأنصاري. يابا وين تروحون؟ والله نروح الطاق كسرة، هو شكو بسلمان باك، يلا نروح الطاق كسرة. هو احنا الشياب ندور اشياء قديمه اي. المهم وديعتهم الطاق كسره وباوعه وكذا، ما كان اكو يعني موبايلات وكذا، كنا جايبين كاميرا صغيره اخذنا كم صوره. مهم وين تروحون؟ والله نتمشى. تمشوا اتغدينا ارتاحينا تونسوا ونسى. قالوا شيخ احنا صار لنا 41 سنه هيك يصلي بالجامع، هاي اول مره نتونس بيها بهيج ونسه وطلعه، يابا تدللون؟ تعبتوا؟ قالوا اي والله تعبنا ورا الغداء وارتاحوا شويه، يلا نتوكل نرجع. قالوا نمر للسوق نشتري كم شغله للعجوز. يابا يلا اشتروا. المهم ركبنا دا نرجع. يابا ما يصير احنا نظل اللي يقرا قران، نريد واحد يسوي نشيد. قالوا والله اناشيد ما حافظين، هاي ما الشباب، احنا حافظين اغاني. يابا يلا اغاني. منو؟ واحد بدا بما الناظم الغزالي. والله ما اذكره، بس لا 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 مال اي ما ادري. المهم وحده، وطبعا كلهم ويا هيك يسوون بالكوستر زين. والثاني يابا صفوا قوله، الثاني تفضل حجي، قال والله حغني مال ام كلثوم. صدق؟ قلت لهم يابا دقيقه، هسه احنا طلعنا نونسكم خوما تصيرون سرسريه. اي بس تونسوا الحمد لله وشكرا. ان شاء الله. اي العفو دكتور. بسيطه عندي كماي ما يخالف. في التسعينات مال القرن الماضي كنت مني يروح الإمام الخطيب مال الشيخ عبد القادر الإمام الأعظم يكلفوني بالخطابة للحج، يروحون للحج، فخطبت خطبة بالشيخ عبد القادر الجيلاني، كانت مؤثرة، بكوا المصلين بكاء شديد وعندهم حال صار وكذا. فمن خلصت الخطبة اجى واحد ما أتذكر أني أعطاني شيشة ريحة، فمن استلمتها خليتها بيدي، جو هواي عالم دي يصافحوني، أكو إيدي مدت قامت تفتح إيدي تريد تأخذ الريحة، ما أشوف أني، قلت له دهدها أني ملة، الملة يأخذ ما ينطي. تريد تأخذها من الملة؟ وتشلبت بيها وبقوة راد يعني تلاويت وياها. فهاي احد الطرائف اللي انا يعني عشتها فيه. بس كان يجوز دي تبارك فيها دكتور. والله ما ادري، بس هي كان يريد يفتح يدي ياخذها. بس خطبت لا تزوجت ولا؟ لا خطبت، ويعني كانت بس ما عندنا قدره على الزواج. اي دكتور عمال العفو. اي نعم. الحقيقه صارت علي فد طرفه، فتحت عياده بالرمادي في منطقه بعيده، يعني ليست لا يوجد فيها اطباء بحي التاميم. اي نعم. وكانت عيادتي وحدها، يعني حتى الصيدليه اليمني
بعد يعني فتحوا بعيد بس يجون يبيعون في غرفة من غرف البيت اللي أنا مسوي عيادة. المهم خلال 5 أشهر 6 أشهر بديت أشوف كل يوم 60 مراجع، وهذه نادر أن تحصل للأطباء. طبعا أسباب هي كثيرة اللي أدت إلى هذه النتيجة. ما صار عندي مجال، أنا من أهل الفلوجة، ما صار عندي مجال أن أروح للمستشفى وأتفاهم ويا الأطباء ويشوفوني شو أقول. فمرة من المرات صار عندي مجال، قلت خلي أروح للمستشفى أشوف شنو الوضع اللي بيها. قعدت بالعيادة الخارجية، ما قلت لهم منو أني، قلت لهم أني طبيب. وقعدت يمهم مقيمين وأكون معاهم مقيم أقدم، فبدأوا قالوا جتي مريضة شايلة تخطيط. قلت ليش سويتوا لها تخطيط هذا؟ قالوا والله مو عندها آلام بالصدر. قلت لهم بابا هذه شابة، أنتوا إذا هسه سويتوا لها تخطيط هاي راح تظل طول حياتها تفكر إنه عندها مرض قلب، أنتوا سويتوا لها غلط كبير. قلت لها جيب التخطيط، شققت دبيته، تعالي أنت حقك يا بس إن عم بطنك توجعك منها هالشكل هالشكل، حالة نفسية مبينة. قلت لها احكي لي شنو القضية، ايش فيها الهايشة مالتكم؟ قالت اي والله الهايشة ما تحلب، اي والله صار لها اسبوعين والله، ويمكن مريضة واني حل مقهور عليها. قلت لهم هذه القضية، انتوا سويتوا عندها مرض قلب. المهم جابوا لي مريض اخر، قال والله دكتور اكو عندنا مريض هنا ما دا يستجيب للعلاج، تعال التمنين انت من الحامضية؟ قال لي نعم. قلت له انت ماكل رشاد؟ قال اي نعم. قلت لهم عيني تجيبوا اضربوا ابره تروبين هذا ماكل. قال الدكتور شلون عرفتها؟ قلت لهم هوايه جوني عندهم نفس الحاله ماكلين رشاد وهاي يعني هذا ما يغسلوا الرشاد من الموح، ياكلوه من المزرعه ياكلوه مباشره. اي نعم. فهذا مكافحي والمكافحه والدول المكافحه ادى الى ان حاله مثل الربو، فإذا نطي أدوية الربو ما يطيب، لازم نطي مضاد لهذا اللي هو أكله حتى يطيب. المهم فذولا سألوني دكتور أنت وين عيادتك؟ قلت لهم بالتأميم. قالوا يم هذا الدجال عمر الراوي؟ قلت لهم هو آني هذا الدجال. أنت مكسد عليهم، مكسد عليهم. عرفت أنه آني ما تواصلت، فهذا الأطباء الباقيين شافوا يعني مرة واحدة 60 مريض 60 مراجع خلال 6 أشهر. فمن شي يقولون قالوا هذا دجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشايخنا الأعزاء الله يفتح عليكم. الطغاة المتجبرون في الأرض المتعالون على الله سبحان الله، يعني طبائعهم أخلاقهم مقولاتهم تفكيرهم كأنه سواء، مدرسة واحدة نعوذ بالله. يعني من إبليس لما قال أنا خير منه، فأن القوي لا تنفعه قوته ولا الضعيف يهزم بضعفه. بل تعطينا يعني قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، يعني نستطيع أن نضع لها عنوان نقول نجى الضعيف وهلك القوي. نجى الضعيف وهلك القوي، يعني سيدنا موسى هو طفل رضيع وهنالك طاغوت وجبار يبحث عنه لقتله ولإنهائه، لكن هو لا يملك هذا الطفل من مقومات القوة أي شيء. أن فرعون بجبروته يعني وقف أمام البحر واليم بجبروت وبجنوده فغرق، بينما موسى الطفل الرضيع حماه الله كما تفضل الشيخ داود باليم. التجافي عن دار الغرور والاستعداد للقدوم على الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. فهذه من الملامح العظيمة، يعني قالوا بعد أن هددهم قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا
وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. كبير بالعمر مطاطئ رأسه وواقف على حافة وطالع نص قدمه للأمام وإيده غير متحركة، لأن الإنسان اللي يسلم تكون دائما إيده راخية وصاغطة إلى الأسفل، واضح أنه يريد الانتحار. بالقلوب تجمعت في الملتقى وتحدثت في خدمة الإسلام، تعلم بأن يا أخي لبعضنا فلننسى ما قد مر من أعوام في الملتقى في الملتقى، ولرب نازلة يضيق لها الفتى فرعا وعند الله منها المخرج، فقد فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج في الملتقى.